مرحبا، في كتير صبايا وشباب قاعدين لوحدهم بهاي الفترة وعم يسألوني كيف فيهم يعملوا طبخات لشخص واحد ويضلن هيلثي بهيدا الوقت. رح أرجيكم اليوم طبق تعملوه كتير صحي، كيف فيكن تعملوه بالبيت لشخص واحد بياخد 10 دقايق بس بالفرن وما بيعطيكن كتير صحون لتجلون. So it's a perfect idea للأشخاص اللي عايشين لوحدهم بهيدا الوقت. إن شاء الله هيدا الطبق يحسسهم بالأمن ويحسسهم كأنه رجعوا على بيوتهم. كمان حابة كمان إلكن إنه إذا أنتوا أكتر من شخص، شخصين أو عائلة كبيرة وحابين تعملوا هيدا الطبق، فيكن تعملوا منه 3 أو 4، هلا برجيكم كيف، ليقدروا يأكلوا منه العيلة كلها. إن شاء الله يعجبكم. رح استعمل 2 ورقتين خبز مثل هيدول، قطعة سمك الهالبرت اللي هي سمك موسى، بندورة صغيرة مشكلة لون أحمر وأصفر الموجود عندكن، شرحات حامض رفيعة، زيت زيتون، رشة ملح خشن ورشة بهار أسود، زعتر أخضر إذا عندكن أو رشة زعتر يابس، وهلأ بحطهم بالفرن على 200 درجة حوالي 10 دقايق. بتمنى يكون عجبكن الطبق وصحتين سلف.